لما كنت ولد وشاب هون. نعم نعم أشوفك بتبتسم يعني. آه والله يعني ذكريات حلوة جدا. ذكريات كنا أنا والمنجالي هون لما ننزل على المزرعة تبعتنا مع عباياتنا اللقة الخضريات اللقة الشجرات اللقة كذا نلعب ونقيم ونحط والكناها اللي كانوا قلت لك عن 1500 كوب كانت تمرك منها من تحت جري من هون المية. كنا نعمل حاجز بالحجار وننظفها ونسبح فيها وإحنا أولاد نسبح يعني عارف كيف يعني حلو يعني كأنك رايح على فرنسا. أنا الحج خلوصي عبد الرحيم حجي محمد من قرية فروش بيت دجل. أنا بشتغل مزارع. كانت هاي المنطقة قبل 40 سنة عدد سكانها فوق 3000 نسمة. الآن بعدم وجود العيش الكريم اللي مسميها مية وكهرباء وشغلات من هالشكل اللي يعيش فيها الإنسان لا يتعدى 150 نفر. سبب عدم وجود المياه اللي شحت بسبب الإسرائيلي الآبار الذي حفروها ونشفوا النبع اللي كنا نعتمد عليها ونسقي مزروعاتنا وأشجارنا منها بسبب شح هذه النبعة خلعوا انجبروا الناس المزارعين الموجودين في هاي المنطقة لخلع الأشجار ويزرعوا البيوت البلاستيك لأنها بتأخذ كمية مية أقل من شجرة الحمضيات. لو ادتونا من مكروت مدفوعة الثمن يعني بعداد ندفع وبنأخذ وبنحيي مزارعنا نطعم أطفالنا بس للأسف مانعيننا ما بدهم. بتمنى إنه يا سيدي العزيز يكون في سلام بيننا وبين الإسرائيل نحن نعيش عيشة كريمة وهم يعيشوا عيشة كريمة وإحنا نعيش وهم يعيشوا مش هم يعيشوا وإحنا نموت. مش صح هذا الحكي بدنا إياهم مثل بعض. هذا اللي بتمناه في هالدنيا.